بليل قلت تعطينا شنو وصل في الاجتماع. أنا قلت لك نحن اجتمعنا في الاجتماع. سي وليد سي وليد أنا عايت لك سي وليد الحكيم الشبان. يا سي وليد أنا عايت لك سي وليد ماذا بين نحترم بعضنا كما نحترم كما تحترم مانيش بليل أنا ما نعرفش إيه كما نحترم أنا عايت لك سي وليد أنا عايت لك سي وليد أكبر منك سن عايت لي كما عايت لك سي بليل أعذر لي أنا بالنسبة لي أنا بارك الله فيك بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا أنت مشيت للوزارة عملت اجتماع مع الوزارة القنوات الرسمية استعملتهم الجامعة ما حابتش تقبلك قاتك مش نقبلك بعد الوزارة هبطت بلاغ الجامعة قالت باش نخلص جزء ولا كيفاش باش نتفاهموا عليه الجزء هذا شنو قعدتوا مع وزارة الشباب والرياضة واش تقعدوا مع الجامعة هالإعلاء الخروج الإعلامي في الوقت هذا بالذات الواش جاوبني أنا نحب نعرف السؤال هذا بالذات أنا حسب رأيي أنا ذات انا هذا وجهه النظر نتاعي وما فيهاش خلفيه راه انا وجهه النظر نتاعي انه هذا مسانده لخروج لجنه التحكيم اللي صفحت لا لا لا, لا, لا مش صحيح خويا بيلي الموضوع هذا حكينا فيه ألف مره وهذا مش صحيح لا انا وياك انا ما نعرفكش حكيت معك توا ألف مره ممكن انت حكيت انت وحدك تعرفوا في الدنيا الدنيا صغيره تعرفوا ليه قلت ألف مره انت ما فهمي هذا انا ذي اول مره لا احكينا ليه احكينا في الاعلام والناس الكل على الموضوع هذا ما عندناش فيه دخل معناه هما خرجوا ربي علاش الوقت هذا بالذات وليد علاش توا علاش مش في وقت السيد وديع الجري علاش انتم عندكم عامين ونص لا عندكم ايه عندكم متخلدين تاع 3 سنين ولا